في اهتمام كبير من الدولة بفكرة تطوير المباني التاريخية والأثرية في كل المحافظات مش بس في القاهرة التاريخية. هذا الاهتمام إيه الهدف منه؟ الهدف منه هو استعادة الرونق التاريخي والحضاري للمواقع والمباني التاريخية، لأنه مصر ليها هوية معمارية خاصة وفريدة. الهوية دي هي جزء من الشخصية المصرية والتكوين الحضاري للمصريين. حقيقي يا شاذلي، الاهتمام بتطوير المباني التراثية هو اهتمام بذاكرة مصر. احنا عندنا في كل محافظة على الأقل مبنى واحد من المباني الأثرية اللي بتعبر عن حضارة مصر في كل العصور، من أول الأهرامات والمعابد مرورا بمباني وسط البلد العريقة. احنا عارفين أن تاريخ مصر بيرجع ل7000 سنة ما قبل الميلاد. عصور كتيرة قوي عدت على مصر، العصر الفرعوني، الروماني، القبطي، الإسلامي وغيره وغيره وغيره. كل مرة أو كل عصر من العصور دي كان ليه بصمة في تاريخ مصر من خلال المباني اللي كانت بتمثل هذا العصر. وإحنا شايفين مناطق كتيرة جدا، اللي هنتكلم عن القاهرة بالتحديد، في مباني كتيرة بتعبر عن العصور اللي عدت عليها. طبعا مش هنتكلم عن الأقصر وأسوان، مصر مليانة بالمباني العريقة. وخلينا أقول أنه وصولا بقى لحاجة حديثة شوية، هو مبنى البريد المصري اللي موجود في كل المحافظات، اللي بعضها عمره بيرجع لاكثر من 150 سنه. وعايزه اقول لك يا شاذلي ان دي معلومه جديده عليا، ان هو كان بيرجع تاريخ البريد المصري ل 150 سنه. طبعا بكل تاكيد في تطوير لكل المباني التاريخيه زي ما كنت بتقولي يا بسنت، عشان كده بيقولوا ان هذه المباني التاريخيه بالنسبه لاي بلد هي جزء من تراثه الوطني وشاهد على اسهامه الحضاري وعرقته. واحنا كشعب دايما بنفتخر بهذا التراث العظيم اللي موجود على أرض مصر، بنفتخر أكتر بحجم المجهود كمان اللي بيتم لتطوير ورفع كفاءة هذه المباني التراثية. احنا النهاردة هيكون معنا تقرير من محافظة أسيوط وتقرير من أسوان بيرصدوا حجم الشغل اللي اتعمل في تطوير المباني الأثرية والتراثية الخاصة بالبريد المصري في المحافظتين. ويمكن ده يعني حاجة كويسة كده عشان نرفرش كده الذاكرة بتاعتنا مرة تانية. صبح عليكم من جديد، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.